مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا صوموا تصحوا على كنار تي في صوت العرب من كندا وكما عودناكم اليوم معنا الدكتوره كريمه عبد اهلا وسهلا فيك يا دكتوره. اهلا بك يا دكتور جمال ازي حضرتك؟ رمضان عام وانت بصحة وسلامة اليوم 29 اه كل سنة وانت طيب يا رب ويعود عليكم رمضان بخير وسعادة وسلامة ان شاء الله. يعني في هاي بسيطة هيك شغلة بسيطة وباللهجة المصرية لكل أهلي وحبايبي الغاليين كل سنة وأنتم طيبين وفي رمضان دائما متجمعين وفي السحور بالزبادي والفول متسحرين وبالقطايف والكنافة محلين ربنا يتقبل منا الأعمال ما تقولوا آمين يا آمين يا رب. آمين يا رب العالمين آمين يا رب آه دكتورة آه طبعا الحلقات كانت معك أروع ما يكون لايبر <applause> ولكن بعض المشاهدين قالوا لنا انهم ما كانوش يكتبوا وراكي زي ما قلت لهم ما كانوش يذكروا فاحنا اليوم عاوزين نعمل زي ملخص للحلقات اذا في صدر. يعني هو هو طبعا يعني انا تحت امر المشاهدين كلهم يعني نعمل يعني ملخص بس هما لازم يرجعوا للحلقات ويكتبوها اللي فاتت وحلقه طبعا الحلقات هتبقى موجودة وحضرتك هتبقى يعني كلها موجودة على على كنار تي في لايف يوتيوب وكنار تي في لايف فيسبوك إن شاء الله فكله يرجع للحلقات لكن ماشي تحت رغبة المشاهدين النهاردة ما يطلبه المشاهدون وذكريهم ذكريهم برضو بالمسابقة يا دكتورة آه طبعا هو دكتور جمال بيفكركم بيها انا هفكركم بيها تاني صار. الاول كل عام وانتم بخير قبل ما نتكلم على اي حاجه ورمضان جري مننا وزي ما هو دايما كل سنه بي يعني كده بنغمض عيننا ونفتحها نلاقيه مشي هو راح لربنا دلوقتي او لسه بقى احنا مش عارفين بكره عيد ولا بكره واقفة يعني هيبلغوا أه بكل واحد فينا هيشهد علينا يوم القيامه هيشهد علينا يا رب يكون شاهد لينا لا شاهد علينا ان شاء الله ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام والصلوات والزكاه وهفكركم بكل الاعمال بقى بتاعه يوم العيد الصبح الاول قبل ما نلخص رمضان خلينا نقول يوم العيد الصبح الاول عشان يفضل فاكرينه كده نقوم الصبح احنا في العيد السنه انك ما تاكلش الا لما ترجع من الصلاه. تروح تصلي وتيجي تفطر على تمره. او يعني تمره اتنين تلاته كتير خالص. دي السنه ان انت تفطر على تمره. ما تقعدش تفطر طبق كحك احنا قلنا الكلام ده ما ينفعش عشان ما نبوظش كل اللي عملناه. نرجع بقى لاول رمضان. نرجع نلخص كل الكلام مش عشان رمضان احنا كل الكلام اللي اتكلمناه قلنا عشان صوموا تصحوا عشان نحصل في نهاية رمضان على الصحة وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا لعلكم تتقون شرع لنا الصيام لعلكم تتقون علشان انت لازم تتقي الله في جسدك لان جسمك ده امانة عندك انت مش حاجة ملكية خاصة بتاعتك هي صحيح انت بتمتلك زمامها ولكن الامر كله بيد الله وهو ربنا يعني سابهولك امانه وهيحاسبك على كل حاجه عملتها فيه على اي تفريط على اي استهتار على اي اساءه لجسدك واي تعامل معاه بشكل وصله للامراض ربنا يعافي الجميع وربنا يبعد عنكم جميعا يا رب الامراض والشرور اول حاجه قلنا الصيام الناس اللي خايفة كانت من الصيام عشان المناعة كلام ده عشان بعد كده يعني احنا حينفعنا لو حبينا نصوم بعد كده لو حبينا نصوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه بستة من شوال كمن صام الظهر كله لأن احنا عارفين أن الحسنة بعشر أمثالها فما تصوم رمضان 30 يوم وتصوم ستة من شوال يبقى ستين 300 يبقى تلتمية وستين يوم يبقى كأنك صمت العام كله وكل عام هكذا يبقى كأنك بتصوم الدهر كله فيعني برضو دي احرصوا عليها واحنا لما اتكلمنا وقلنا لما كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكم يعني لما تتمعن فيها تلاقي ليها معاني كبيره قوي احنا زي ما بنطلع ونخش على العيد وبنهجم على ال... على الكحك وعلى المأكولات وبنغير مواعيدنا بقى ونقوم الصبح ناكل والظهر وبالليل فجأة فبنخض الجسم وبنخض المعدة وبنعمل توتر وتلبك و... وحاجات كتير جدا فيها فصوم بقى من تاني يوم العيد الست ايام بتوع شوال هتبقى ترجع تهدي جسمك تاني وتهدي معدتك مرة تانية وتبدأ بقى يكون عدت هوجة العيد وأنا أنصحكم دي أحلى حاجة والله الواحد بيعملها يعني فعلا أفضل السنوات اللي الواحد بيبدأ الصيام من تاني يوم العيد لأن بيروح زيارات معلش يا جماعة فوني أنا صايم كل كحك معلش أنا صايم ففعلا بيقي نفسه شرور الآخرين لانك انت انت ممكن تبقى مش عايز ويفضلوا يلحوا عليك لازم تاكل طب دوق دي طب وقول بتفوق فوق واخدين بالكم فيا ريت نقدر نحيي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوم من تاني يوم العيد نعمل السته بتاع شوال هتبص تلاقي نفسك فقت كان حاجه بتفوقك فوق ارجع لي لا انت يعني معدتك هتقول لك لا انا مش بتاعت الكلام ده انا اتعودت على حاجات حلو خد بالك نرجع بقى للأول الناس اللي كانت خايفه من الصيام عشان كورونا او ان الصيام له فوائد عظيمه جدا وقلنا فوائده ان هو بيرفع مناعه الجسم بيخلي الجسم يقدر يستعيد توازنه انت بتريح كل الاجهزه بتاعتك بتريح الجهاز الهضمي تماما اللي بياخد اكبر كميه من الدم يستهلكها عشان يعمل هضم ويلاحق على القنابل اللي احنا بنقذفها فيه فبتريحه لما بيرتاح بيبدا الدم كله اللي كان رايح للجهاز الهضمي ده يروح لحاجات تانية اثناء الاكل واثناء الهضم الجسم بيقول لكل حاجه انا مش فاضيلك وانا فاضيلك تقول له مناعي يقول لها انا فاضيلك طب يعني عايز اروق شوية انا فضيلك كل حاجة بيركن انا بس خليني اخلص من اللي دخل معدتي فكل الدم بيتوجه للمعدة في فترة الصيام انا بريح المعدة بقى بريحها وباخد الدم ده استفيد بيه في المناعة استفيد بيه في تعزيز آه الخلايا العصبية بس بستفيد بيه بتعزيز المخ بتبدأ جسمك يستعيد توازنه ما تقلقش الصيام صحة فعلا صوم وتصحو جسمك في حالة الصيام قلنا بيرجع بيحصل بي فيه يعني خاصية اسمها الاوتوفجي او الالتهام الذاتي بعد الجسم ما يبقى بقى بعد 12 ساعة او 13 ساعة صيام بيبدأ عايز طاقة طب هيجيب طاقة منين ما هو فيش اكل داخله بتبدأ حاجة بقى بتعزيز للخلايا القوية الكبيره اللي موجوده اسمها الخلايا البلعمية او البالعه بتبلع اي خليه صغيره ضعيفه، خليه بكتيريه، خليه ميكروبيه، خليه فيروسيه، اي خليه صغيره وضعيفه بتبدا الخلايا القويه الكبيره دي تبتلعها وتاخد منها البروتين اللي فيها تدخله ليها وبتاخد منها الطاقه وتبدا يبقى انت كده استفدت بأنك خلصت جسمك من ما دي نوع من الشوارد اللي موجودة من الخلايا اللي ملهاش لازمة من الخلايا الضعيفة وقويت الخلايا القوية ده بمنتهى الاختصار الفايدة اللي بتقعد علينا من الصيام ربنا كمان لما قال لنا نصوم قال لنا عشان حاجة مهمة جدا عشان يقولك أنت أهو بتعرف تصوم عن الحلال طب ما تعرفش تصوم عن الحرام؟ يعني انا انا صونتك عن الحلال انت ب... انت بتمتنع عن الاكل وعن الشرب وعن التدخين وعن الجماع وعن كل حاجه حلال. طيب انت بقى لما اجي اقول لك يعني يعني خليك في الطيبات وبلاش الخبائث لما ربنا ينهانا عن الخبائث ومن الخبائث قلنا التدخين والشيشه. اللي بتسبب لنا الامراض وبتسبب لنا مصايب تضعف الصدر وتضعف المناعه و... 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 وتدمر صحتك هل يلا انا قدرت استغنى عن ما احل الله من طيبات اكتر من 16 ساعه ولا 17 ساعه ما اقدرش استغنى واكمل بقى واقول انا مش هلجا للحاجات السيئه ما اقدرش انا بقدر اهو استغنى عن الحلال ما اقدرش استغنى عن المال الحرام أنا أنا أهو في رمضان ما بقدرش أبص لأي حد ولا أي وحدة ولا أي أختلس أي نظرة وبقول ده أنا صايم وما أقدرش بقى أكمل وأقول أنا بقدر أنا أستطيع طول ما أنت بتقول أنا أقدر أنا أستطيع هتعمل المعجزات إعرف كويس أوي إنك كانسان ربنا حط فيك قوة لا محدودة طاقة لا محدودة تخيل كده انت لو بيجري وراك اسد هتعمل ايه هتجري جري لا يمكن انت تصدق ان ممكن تجري وتهرب منه ممكن انت في الاوقات العاديه تبص يقول لك مثلا اجري هات لا المشوار صعب عليا ما اقدرش امشي بس هو دي الطاقه الكامنه اللي موجوده جواك انت تقدر تعمل كل حاجه بس انت قول انا اقدر تقدر تمت... تقلع عن السجاير وتقدر تمتنع عن الشيشة وتقدر تمتنع عن أكل الحرام والعز بالله ربنا يا رب إيه ما يخليش حد بيسمعنا يكون له في الطريق أنا عارفة طالما بتسمعنا فأنت كلك خير وكلك طيبة وكلك إيمان ولكن بنقول آه يعني خلينا نقول لنفسنا احنا بنقدر وبنقدر وبنقدر ماشي قلنا ايه تاني قلنا ان في حاجات كتير أنا بصوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان انت الصيام صحة وصوم تصح طب يا رسول الله ده احنا بنصوم واول لما بنفطر بنبقى مش قادرين نقوم بنقف نصلي التراويح واحيانا بنأجلها للساعة 12 وواحدة بالليل عشان ما بنبقاش قادرين عايزين ننام فين بقى صوم تصح بنصبح الصبح بالنهار مش طايقين نفسنا بيبقى اللي بيكلمنا بنتعصب ونتخلق عليه ونقول معلش اصل انا صايم، اعذروا اصل احنا بقول لك ايه بلاش تتكلم معايا، احنا في وقت صيام، قابلني بعد الفطار نتكلم، ازاي؟ ازاي وال والصيام ده اللي هيحقق التقوى واللي هيحقق الصحه، اه هو انت عندك حق، انت معذور، انت مش م م مش بتتجنى ولكن مش الصيام السبب، الصيام احنا ظالمينه وتهمينه بالتهمه الباطله دي. مين السبب يا عيني انت انت السبب انت اللي اكلت اكل بي 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 يعني بفتره معلش في اللفظ دي يعني اكلت كانك خلاص بتحوش اكل اللي بقالك سنه في مجوعه لا انت اه ادي ما هي نفس المعده انا مش عشان كنت صايم المعده وسعت بقت غرفه ولا بقت اوضه هي نفس المعده الصغيره اللي انت ممكن لو كلت عشر طقات هتملى كل طقة هتملى المعدة دي هي برضو لما بتفطر وهي طقة الفطار فانت كن حريص ان المعدة دي ما تمتلئش لاخرها عشان تقدر تتنفس اترك جزء نفسك جزء جزء لطعامك وجزء لنفسك وجزء لشرابك فاترك جزء تشرب ميه اترك جزء تشرب مثلا عصير بعد كده ولا حاجه اترك جزء تتنفس لو انت قمت كده خفيف هتقدر تصلي وهتقدر تمارس نشاطك وحيويتك في ايه كمان؟ اما نقعد على السفره بلاش نحط الاشكال والالوان، الكلام ده يا جماعه مش لرمضان بس ده لكل الايام، هو انا ليه بعيده؟ وليه بنقوله؟ عشان ده, ده, ده حياتنا ده اللايف ستايل بتاعنا هو اسلوب الحياه، الصحه موجوده معانا على طول، احنا بندور عليها على طول مش رمضان بس فده الاسلوب اللي انت تمشي بيه اما تيجي تاكل ما تحطش اصناف كتير عشان ما تقوم ما تضطرش بقى من ده حبه ومن ده حبه ومن ده حبه تقوم معدتك منتفخه فيحصل لك التلبك المعوي وكل الاضرار بقى برده زي ما بنقول الجسم بيعمل شت على كل الاجهزه القلب يبقى مش قادر ياخد يحض... يدق النفس الرئتين مش قادره تشتغل وكله يوجهه يقول انا مش فاضي انا عندي معركه دلوقتي انا رايح للمعده اشوف البلاوي السوداء اللي فيها إيه <applause> يعني خليك عندك رافه بجسدك وباجهزتك وبقلبك وبرأتيك وبكليتك وكل الاجهزه يا عيني اللي اللي بتتضافر عشان تقوم بحل المشكله اللي انت بتعملها لها في الاكل الكتير قلنا نعمل طبق محدود نحط فيه كميات محدوده عشان هي الكميات دي بتاعتي ايدي ما احطش بحاله مليان الفراخ ومليان الرز ومليان المحاشي اقوم ايدي تروح راحه جايه راحه جايه لا هو احط نفسي كده في البدايه جزء محدود وهو ده اللي اقتنع بيه قبل ما اجري على الاكل قلنا نبدا فطرنا في اي وقت بقى تكون صايم فيه خلال السنه، هو ده النظام اللي هتمشي عليه، هتشرب حاجه دافيه، هتبقى هتروح تصلي المغرب، بعد كده ترجع تاكل بقى اكلك بالراحه، طبق السلطه ما نفرطش فيه ابدا لا في رمضان ولا بعد رمضان، لان زي ما شفتوا في جميع حلقاتنا كل حاجه نلاقي طبق السلطه قاعد نتربع فيها. لما جينا اتكلمنا عن الفيتامينز فيتامين دي وعن الكالسيوم وعن البوتاسيوم وعن المغنيسيوم كل الحاجات موجوده في طبق السلطه لما جينا اتكلمنا بعد كده ان احنا ايه اللي بيخلينا عصبيين وبنتوتر ومش عارفين ان احنا نتعامل مع البشر عشان احنا صايمين والصيام حجه لا الصيام مش حجه احنا ما بننامش بناخد بنقضي الليل قدام التلفزيون وقدام مسلسلات رمضان فقله النوم وعدم اخذ قسط كافي من النوم انت كده بتدخل جسمك في ستريس وكون انك في ستريس بتعلي الكورتيزول هرمون الكورتيزول ده هرمون الطوارئ هرمون اللي, اللي بجري من اسد فلما انت بقى بتبقى سهران بيفرز الهرمون ده بتبقى في حاله كانك بتجري من اسد شوف بقى ضربات قلبك تبقى زايده عندك صداع آآ آآ تركيزك مش مظبوط كل الحاجات تخيل وانت بتجري من اسد او بتجري من من وحش بيجري وراك انت حالتك الجسديه شكلها ايه اهو لما ما بتنامش وتقوم الصبح تتعامل مع الناس انت حالتك بتبقى في نفس الحاله لان هو في الوقت ده وقت الطوارئ بتفرز في غده اسمها الغده القذريه بتفرز هرمون الكورتيزول بكميه كبيره جدا في الاوقات الطوارئ يقوم يخلي بقى يرفع الضغط ويزود ضربات القلب عشان يودي كميات كبيرة دم تقدر تجري بيها وتحل الموقف اللي هو في طوارئ احنا بقى لما بنبقى في حالة ما بننامش في حالة استرس بقى من كل حاجة الاكل الدهون واكل الحلويات ده بيدخلك في استرس برضه ما هو الاسترس مش بس ان انا بقى متخانق ولا في مشكلة ولا بفكر عدم النوم ده استرس اكلك الغير منضبط واكل كميات كبيره من الاكل ده ستريس بيفرز الهرمون ده برده إيه ان انت بتاكل حلويات وسكريات ده كده انت بتدخل الجسم في حاله ستريس يبقى نكون حاضرين ونخلي هرمون الكورتيزول حلو عشان ينفعنا في وقت الطوارئ ويحافظ على اجسامنا ناخد فايدته بلاش ان احنا نحطه في الاضرار اللي ممكن يسببها لنا عند ارتفاع كلمنا وقلنا عن الاضرار الجسيمه اللي ممكن تسببها السكر في جسمنا ودكتور جمال من اول رمضان بطل السكر يا رب انا عايزه اعرف بقى كام عشان المسابقه انا بفكركم بيها تاني اكتر ناس هي التزمت بالتعليمات اللي قلناها وحافظت على صحتها هتبقى ليها جوائز كويسه جدا والجوائز دي ان شاء الله يعني هعلن عنها في اخر الحلقه، احتمال ان دي تكون اخر الحلقات عشان تخشوا العيد وانتم مبسوطين ومطمنين. يبقى السكر ثم قاتل كده على طول آآ مش هقدر اتخفص فيه اكثر من كده لان م. كل الاضرار اللي ممكن تحصل في اجسامنا سببها زياده السكر. اول ما تاكلوا كنافه خففوا كنافه ما احنا قلنا بقى من اول رمضان بنقول نخفف الكنافه ونخفف القطايف، عايزين نستعمل الكنافه استعمل قطعة صغيره وحط لها سكر استيفيا، في بديل للسكر، في السكر الاستيفيا ده سكر طبيعي من نبات فما بي, ما بيعليش الانسولين، الجلايسيميك اندكس بتاعه زيرو اللي هو المؤشر الجلايسيمي بتاعه ما بيعليش الانسولين وما بي, ما بيزودليش معدل السكر في الدم. فانا ممكن استعمله بكميات صغيره برضه. وقلنا ان احنا في خلال اسبوعين اتنين من ان احنا نقلل كميات السكر تدريجي هتنتهي الريسبتورز بتاعة السكر اللي موجوده في الفم هتقفل. هتبص تلاقي لو خدت معلقه سكر انت بعد كده مش هتتحمل الاستيفيا نفسها ولو خدت معلقه سكر هتلاقي نفسك مش طايق والكلام ده بقوله لكم عن تجربه يعني تجربه شخصيه مش يعني بغض النظر عن الابحاث والدراسات اللي اتعملت بشكل كبير جدا عن الموضوع، النهارده اي دكتور بتروح له يقول لك بطل سكريات. بطل عشان تحمي نفسك من الضغط تبطل سكريات، تحمي نفسك من مرض السكر تبطل سكريات، مقاومه الانسولين، امراض الكلى، امراض القلب، تجلط الشرايين، والازمات القلبيه كلها سببها يا جماعه السكر العالي. فارجوكم يعني أكتر حاجه لا. انا يعني بشدد عليها في حلقاتي كلها ان انا السكر. السكر صحيح معك يعني. معك حق يا دكتور معك حق يا دكتور. انا في نهايه الحلقه حابب اقول للجميع وإليك يا دكتوره اذا غدا العيد اثبتوه فكل عام وانتم بألف خير ونعاد عليكم بالصحه والسلامه. وان شاء الله تبقوا مستمرين على التعليمات الصحيه اللي كانت مع الدكتوره كريمه طول فتره ال 29 يوم نحكي الماضيه احفظوها كل 29 يوم جايه غدا في عندنا حلقه حتكون الحلقه الاخيره لصوم وتصحو حلقه 30 بغض النظر هو عيد او مش عيد حنتكلم عن موضوع مهم جدا ما بعد رمضان بخليكم معنا مرة تانية شكرا لك يا دكتورة وكل عام وانت بخير ان شاء الله كل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين بخير وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب وربنا يا رب يجعل أيامنا كلها أعياد وفرحة ويتقبل منا كل صيامنا يا رب ويتقبل صلواتنا ودعواتنا ولا تنسوني في صالح دعائكم أشوفكم أمين. على خير أمين. إن شاء الله آمين. سلام, سلام عليكم, سلام عليكم.